السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام ما نبدأ به، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة روتين يوم كامل، روتين صعيدي متين. إن شاء الله بإذن الله روتين يعجبكم. هنعمل مع بعض العيش البلدي الشمسي، وهنعمل أحلى غدا، وهنعمل بردك مع بعضينا العشي، وهندخل مع بعضينا ونشوف عملنا ايه يومنا كان النهارده. يلا قبل ما ندخل الفيديو النهارده نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. اول حاجه يا ست الكل، دخلنا هنعمل العيش البلدي الشمسي اللي طبعا عملته معاكم قبل كده كامل في القناه، طريقه الخميره والعجين. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف، هتلقوه ان شاء الله باذن الله في صندوق الوصف. بعد ما عجنت العيش بتاعي وكده شفته على ايدي، وهو لقيته خلاص كده معايا مظبوط، القوام بتاعه مظبوط، خدته كده على الشمس وهبتدي ان احنا نقطع العيش. بالنسبه لحضراتكم طلبتوا مني كتير، عايزيني انا اركز في حته القطيع بتاع العيش، لقطه القطيع بتاع العيش. هتجيبي الرغيف، هتجيبي ايدك وتاخديها كده على حاشيه المجور اهو بالشكل دي، وتقطع الرغيف بالشكل ده على حاشة المجون لحد ما تتقطع معاكي حتة العجينة، وتفضلي تنططيها بايدك لحد ما تسويها دايرة بالشكل دي. وبنزلها في الدقيق، ومن الدقيق على المقرصة، والمقرصة طبعا مرحلينها بالردي. بعد طبعا ما قطعت العيش كله زي ما حضراتكم شايفين، ابتديت ان انا ادب العيش في الشمس بالشكل دي. هتخلي العيش بتاعي يكش الاول، بعد كده ان انا افضل الف بالشكل دي بايدي وادبه. لازم تبطن العيش بالشكل دي عشان يخمر معاك. هنا طبعا بعد ما سبت العيش كده يخمر، نزلت ان انا اتقلي تقليه عشان هعمل طاجن بيض بالتقليه، ده للغدي اكله كده سريعه واقتصادية بردك، وبتبقى حلوة خالص مع العيش البلدي الشمسي وهو طاري في يومه. وقلت بالمرة وانا بردك حامين الفرن اللي هي البلدي اسويها في الفرن. هنا قطعت بصلتين كبار وعليهم معلقة سمنة، وحطيتهم بس ملح وشطة بس، واخلي البصلة معايا تحمر تاخد يعني اللون ذهبي في الطاوة يعني في الطاسة، وابتدي اني انا ايه احمرها الاول، بعد كده انزل عليه عندي هنا صلصة من الصلصة اللي انا كنت عاملاها معاكم في القناة، نزلت عليهم كده بشوية صلصة، صلصة عصير طماطم الموجود، بس انا كان عندي صلصة وقلت استخدم الصلصة. هسيبها كده تتسبك وهركب تاني للعيش عشان نشوف هنعمل ايه بردك للعيش بتاعنا. هنا العيش بخمرة زي ما حضراتكم شايفين، بعد ما خمر العيش هبتدي ان انا ابزز العيش او اشرك العيش او اعمل له فتحات اللي احنا بنعملها. طريقتنا احنا طبعا في عمل العيش ان احنا بنعمل له 3 فتحات، دي طريقتنا واحنا تعودنا عليها وبنشوف العيش بيها شكله حلو. في اللي بيعملها بردك على شكل دايري، بيلف العيش خالص كده على شكل دايرة بيلفه اهو، بدبوس بخلة عودة يعني خلة اسنان، هشاركوا العيش بالشكل دي. وبعد ما اشاركه هضغط عليه ضغطة خفيفة بحيث ان انا افتح الفتحات اللي انا فتحتها دي، وهقلبه واسيبه كمل اختمار كده. العيش بتاعي سيبته كده يكمل خامر، وهنا بحمي الفرن، ولعت الفرن وابتدي ان انا احميها بالوقيت. طبعا انا عارفه انكم دايما انتم بتحبوا الفيديوهات اللي هي البسيطه داي، فيديوهات اللي هي الصعيديه والخبيز، خاصه الخبيز والفرن البلدي بتحبوها جدا. بس اتمنى منكم اذا انتم وصلتوا معايا للحته دي في الفيديو ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك للقناه. هنا بردك هحمي الفرن وسخنها، وبعد ما حميت الفرن وسخنته دي التقلية اللي انا تقليتها معاكم، وهجيب عليها البيض كده كله فوقها على السطح، هطقش عليها على التقلية البيض. وهنا برضه مقطع كسبرة خضرة، مقطع قطع صغيرة كسبرة الخضرة،
هتدي طعم حلو خالص وريحه حلوه خالص في للبيض. هنا طقشت البيض دول 7 بيضات وحطيت لهم عليهم عشان بس الزفاره حوالي معلقه من الفلفل الاسود، معلقه صغيره خالص، وحطيت لهم بردك ملح بكمون وكزبره، ودي الكزبره الخضراء. هبتدي ان انا اقطعهم بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، عفوا اقلبهم، اضربهم كده في بعض واقلبهم كده تقليبه حلوه في نفس الطاسه اللي انا عملت فيها، يعني اكله سريعه خالص وبسيطه وسهله. ده كان الغدا. وبعد ما قلبتهم كده كويس، لازم كده اضربهم كويس عشان الطاجن البيض ينفخ معاي. هجيب الطاجن وهفضي البيض دي، هفضيه في الطاجن. انا كده عملت طاجن وهعمل طاجن تاني برده، وهحطهم في الفرن مع العيش. زي ما حضراتكم شايفين هما كده مع العيش لحد ما يستوي، وهطلع طبعا العيش لحد هما ايه ما يستوي. ده شكل الطواجن وهم داخل الفرن بعد ما استووا. شفت نفخوا ازاي وريحتهم صراحة جميلة خالص وحلوين خالص، يعني اكلة اقتصادية وبسيطة ومش هتاخد وقت مننا ولا مجهود، بما انه احنا دلوقتي خبزين وعايزين ننجز في الوقت، عايزين حاجة نعملها كده بسرعة وفي نفس الوقت اقتصادية وسهلة. هنا بردك بعد الخبز هنحمص فول سوداني. ده شكل العيش اهو بعد ما وهو مع الطاجن بعد ما استوى العيش، شايفين العيش طالع ما شاء الله عليه بردك. خلي الطواجن في الاخر خالص لحد ما يتنشف كده كويس، لانه الطاجن بيبقى تقيل فبياخد وقت في الفرن لحد ما هو يستوي. هطلع العيش، وبعد ما اطلع العيش هبتدي ان انا اطلع الطواجن بتوع البيض. ده شكل العيش بتاعنا اهو بعد ما طلع من الفرن، طالع ما شاء الله عليه. واسيب لكم بردك رابط خبيز العيش هتلقوه في صندوق الوصف، خبيز العيش كامل، العيش البلدي الشمسي هتلقوه ان شاء الله باذن الله كامل في صندوق الوصف. ده كده اهو طواجن البيض بعد ما انا طلعتهم من الفرن، طالعين ما شاء الله عليهم صراحه اهو. وبردك هوريكم شايفين العيش ما شاء الله عليه. هوريكم بردك الطاجن من جوا، هوريكم البيض بردك من جوا، شايفين ده شكل البيض من جوا مستوي وريحته جميله خالص وطعمه جميل وسهل خالص وما خدش مننا وقت ولا مجهود. هنا طبعا ده كان الغدا. هاجي بردك هنا هنعمل العشاء بردك، بما اننا لسه بردك على السطح هبتدي ان انا لسه العيش هرص بردك عيش تاني، لانه كمية العيش اللي انا خبزها كمية كبيرة، هرص عيش تاني وهحمل معاها صينية رز معمر صعيدة حلوة، دي هتكون للعشاء. هنا دي كمية اللبن اللي انا عاملاه حوالي 3 لتر من اللبن، عليهم حليهم طبعا على حسب التحلية اللي انتوا حابينها. انا دقت الحليب بتاعي لقيت ناقص سكر، ضفت له سكر تاني، وهقلب اللبن كويس مع السكر. ودي الصينية اللي انا هعمل فيها الرز، الرز ده هو كده كوبايتين، دول كوبايتين من كوبايات الشاي رز مغسولين ومحطوطين في المصفى مصفيين. هنزل كده بالحليب على الرز بس كده في الصينية بردك، والعشاء سهل خالص وبسيط ومش هياخد مننا وقت ولا مجهود. اللهم صل على سيدنا محمد. وهضيف دلوقتي باقي كمية الرز، انا ما ضفتهاش الاول، قلت اشوف ايه الدنيا، فحماتي صراحة قالت لي لا ضيفي كمية الرز كلها. ضفت كمية الرز، قلت لي عشان الرز اللي انت ضفتيه قليل، وفعلا طلعت مظبوطة وحلوة.
هنا طبعا بعد ما حطيت الرز والحليب، والحليب طبعا محلاي، هحط سمنة بلدي. اساس الرز المعمر السمنة البلدي، لازم نحط له كده كمية محترمة من السمنة البلدي عشان يطلع معاك رز معمر صعيدي صح. بعد ما انا كده عملت الصينية وحميت الفرن، هحطها كده من تحت في الفرن من تحت عشان تستوي معاي وتحمر. وهنا بردك عتجنا زبادي ابرام، بردك هسيب لكم رابط تعتيق الزبادي في صندوق الوصف. اهي زي ما حضراتكم شايفين الطاجن كده مركون داخل الفرن، شايفين صينية الرز المعمر في الفرن طالعة ما شاء الله عليها ومستوية وزي الفل. ادي اهي شايفينها ما شاء الله، صراحة مش قادرة اجرب تاني عشان النار عشان التليفون. هسيبها كده تتشرب كويس وبعد كده اطلعها من الفرن. هنا طبعا هرص باقي كمية العيش. رصيت كمية باقي كمية العيش وسبت المعمر في الفرن من تحت، وهبتدي ان انا احمص الفول السوداني. الفول السوداني مسحت الفرن بعد الخبز وبعد العيش، وابتدي انه حطيت الفول السوداني وابتدي ان انا اقلب الفول بالشكل ده بالجرار، افضل اقلب فيه بالجرار رايح جاي عشان ما يتحركش منه وما يبقاش فيه برضه قرن فول مستوي وقرن فول مش مستوي. وده روتين اليوم النهارده، وفي يومنا كده في الخبيز وفي تحضير الغداء وتحضير الحلو والعشاء كمان. يلا كده يا ست الكل، وكمان عتقنا طواجن زبادي وحمصنا فول سوداني. يلا كده يا ست الكل، اشتراك حلو منيك ولايك حلو للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.